ايه يا دودي، اسمك ايه يا روحي؟ اسمي رويدة فتحي، بس بعلم عيالنا الدرس التاني. انتي في المدرسة؟ مدرسة أجنبي. اسمها ايه؟ اتفضلي يا فيوتشر. برافو عليك. تعرفي تقري عربي ولا انجليزي؟ التلاتة. ايه التلاتة؟ بقول لك عربي ولا انجليزي تقولي التلاتة؟ لا عربي ولا انجليزي؟ طيب تحل مس ولا حساب عربي؟ حافظ القرآن؟ لغاية سورة ايه يا روح؟ حافظها؟ تعرفي تقراها كويس؟ انت شاطرة؟ طيب انت طالبة مثلا من بابا حاجة معينة يعملها لك؟ ها؟ بابا جايب لك كل حاجة؟ مش عايزة حاجة؟ يا شيخ طب كلميني كده عن نفسك، انت مين؟ انت مين؟ بتحبي ايه يا رويد؟ وبتحبي اخواتك؟ مين اخواتك؟ تحبي نفسك؟ تحبي نفسك أكتر ولا تحبي بابا أكتر؟ عسل عسل يا دودي، عسل سكر. طب أنا عايزك تغني لي. يلا لا مثلا قولي ماما زمانها جاية. طب يلا غني. باك باك خلت حقنة كبيرة وقعتها في كيكي. بابا كان في لون صغيره وباباها عمال يقول ماما زمانها جايه جايه بعد شويه. دادا بص لي هنا، بص بص يا دادا 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 بص يا ايوه اضحك بقى، بس عشان اقول لهم ان انت كان عيد ميلادك النهارده وكملت سنتين يوم 14/1. يلا اتعدي يا حبيبي اتعدي. ايوه بص لي هنا بقى، عبد الله ابني النهارده 14/1 كان عيد ميلاده. كل عام وانت طيب يا دادا. طب قول باي وانت ماشي، قول باي قول باي. يلا دادا دادا بص طيب تعالى تاني، تعالى عشان اطلعك هنا. قرب. كل عام وانت طيب. مين اللي يعرف يرقص على الاغنيه دي؟ وريني كده يا رويد. تعالى يا دادا، تعالى يا دادا اطلع يلا في الصوره علشان نقول لهم عيد ميلادك النهارده وتقول لهم باي باي. يلا تعالى قول لهم باي باي يا رويدة. شاطرة يا رويدة دادا. يلا يا دادا تعالى قول باي باي يا دادا. باي باي بابا همزة كده خليه يقول باي باي. تعالى يا عبد الله اصل بقالهم كتير قوي. تعال ما تقلقيش يا حبيبي.
تعال خد المنديل ده. يا سيادة النائب العام من فضلك، إذا كانت وزارة الداخلية مش مهتمة تكلمنا ولا تسمعنا فإحنا ما عندناش غير حضرتك. في شاب مستقبله هيضيع وسمعته ده ده لمجرد شوية دودي. باي باي. طب نعتذر للدكتور عمرو. اتفضل.